لا انهم عينوا قائد واشتغل ودعموه بالامكانيات ودعموا الافراد برواتب وغيره، ولا انهم قالوا لك ارجع واشتغل. فهذا يدل عن طريقين فقط لا غير، يا انهم مستقصدين الخراب وما يحيد عن مكافحة ارهاب الله ارحب. تران المقطري مواطن حاضر، محكمة، نيابة، اي شيء حاضر مال، وهو داري هذا الشيء. انا مش سياسي، انا انسان عسكري، الاسود اسود والابيض ابيض، ما في عندي رماد. نكبات السيول، الامطار اللي حصلت كلنا نشاهد، والله ما هو تمتع بالامارات، لكن اتحدث